الله وبركاته. أعزائي متابعي قناة برشبان التعليمية، مرحبا بكم في هذا البرنامج إسلاميات الجهوي الأولى بكالوريا. إذن وصلنا إلى درس آخر جديد، وهو درس الإيمان وعمارة الأرض، بمعنى علاقة الإيمان بعمارة الأرض. وسنبدأ باستخراج الاستشهادات الموجودة في سورة يوسف الخاصة بهذا الدرس. إذا الاستشهاد الأول يقول في الله سبحانه وتعالى، يقول يوسف للملك: قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. الآيتين 55 و56. وكما تلاحظون أن هاتين الآيتين تتحدث عن ماذا؟ تتحدث عن كون يوسف عليه السلام طلب أن يكون مسؤولا على إعمار الأرض، إعمار الأرض بالخيرات، وقد وافق الملك على ذلك. وقبل ذلك وافق الله سبحانه وتعالى، لأنه يقول لنا يتبوأ منها حيث يشاء، بمعنى أنه يستقر ويذهب إلى المكان الذي يريد، وكذلك يستصلح الأرض التي يريد. وهناك استشهاد آخر يقول في الله سبحانه وتعالى: قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. إذن الآية 73 كما نلاحظ أن الإخوة ينفون مسألة الإفساد في الأرض، الإفساد في الأرض، وأنهم يعمرون الأرض بالخير. وهناك استشهاد آخر يقول فيه الله سبحانه وتعالى، يقول يوسف: قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. الآية 47. إذن هنا يدعو يوسف عليه السلام إلى استصلاح الأرض، إلى عمارة الأرض. بماذا؟ بالزراعة. وبهذا نكون قد أنهينا الاستشهادات الموجودة في سورة يوسف الخاصة بهذا الدرس. المحور الأول: مبدأ الاستخلاف أساس عمارة الأرض، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى استخلفنا لهدف واحد، وهو هدف إعمار الأرض. وعندما نقول هدف إعمار الأرض، بمعنى إعمار الأرض، إصلاحها من الفساد الذي كان الجن قد أفسد فيها. لأن الله سبحانه وتعالى يقول لنا في سورة البقرة، يقول: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، بمعنى أن الإنسان هو خليفة الله سبحانه وتعالى في الأرض، استخلفه الله سبحانه وتعالى في الأرض لأي هدف؟ للاستصلاح فيها. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، الآية 3 من سورة البقرة. وبالتالي فالإنسان عليه أن يصلح في الأرض ولا يفسد، يصلح في الأرض. وعندما أقول استصلاح، بمعنى الاستصلاح بالأمور المادية والأمور المعنوية، المادية كزراعة الأرض، كتنظيف الأرض، أما بالنسبة المعنوية كنشر المحبة بين الناس. وبهذا نكون قد أنهينا هذا المحور، والذي هو مبدأ الاستخلاف أساس عمارة الأرض. المحور الثاني: النهي عن الإفساد في الأرض. لا شك أن الله سبحانه وتعالى قد نهانا عن أمور كثيرة. لماذا؟ لأنها تفسد في الأرض، ولأنها تزرع الحقد بين الناس في الأرض. إذن أول شيء نجد أن الله سبحانه وتعالى نهى عن الإفساد في قوله تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، سورة الأعراف الآية 55. وبالتالي فكل من يفسد في الأرض فعليه ذنوب كثيرة، حقوق البيئة، وهو الاستصلاح فيها وعدم إفسادها.
وأي عمل نقوم به تجاه هذه البيئة، إذا كان حسنا فلدينا حسنات، وإذا كان سيئا فعلينا سيئات، وبالتالي فيجب علينا أن نصلح ولا نفسد، أن لا نفسد. الإفساد المادي أو المعنوي، المادي كتلويت التربة أو الهواء أو الماء، أما بالنسبة للإفساد المعنوي فالمقصود به الكره والحقد والشرك وعدم طاعة الله سبحانه وتعالى في أوامره ومخالفته، وبالتالي فعلينا أن نصلح في الأرض بالجانبين المادي والمعنوي. المحور الثالث، واجب الإيمان، واجب المؤمن عمارة الأرض والاستصلاح فيها. فعمارة الأرض مثل ما سبق وقلت أن يعمرها بزراعة الأرض، قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. وهناك كذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا قامت الساعة وبيد أحدكم فتيلة، بمعنى شجيرة صغيرة، فإن استطاع أن يغرسها قبل أن تقوم فليفعل. وبالتالي فعلينا أن نستصلح في الأرض، نصلح الأرض ولا نفسد فيها. أما بالنسبة للإصلاح المعنوي فالمقصود به وهو نشر المحبة والود والتضامن والتسامح بين الناس، وكذلك التحلي بقيم جميلة كالصبر والعفة والحياء إلى غير ذلك من القيم الحسنة التي حثنا الله سبحانه وتعالى عليها. بالإضافة إلى أن عندما نتحدث عن الإيمان وعمارة الأرض فسنجد أن الإيمان، إيماننا نحن في ديننا الإسلامي، يدعونا إلى عمارة الأرض بمعنى استصلاح في الأرض، بمعنى تشجير، بمعنى تعامل بالأخلاق الحسنة. إذن نحن الآن نتحدث عن أن الإيمان له تأثير على عمارة الأرض، بمعنى علاقة الإيمان بعمارة الأرض، لا شك أنها علاقة ترابط، علاقة ترابط، لأن الإيمان، إيماننا نحن في الدين الإسلامي يدعونا إلى عمارة الأرض، إلى الاعتناء بالأرض وكذلك نشر المحبة والقيم الأخلاقية الحسنة. سنرى الآن من عمارة الأرض إلى الإيمان. إذن عمارة الأرض بمعنى أن الأراضي أو أن المجتمعات الحسنة، المجتمعات المنظمة التي بين أفرادها علاقة ود وإخاء وتعاون، هذا يؤدي إلى مدى إلى الاقتناع وإلى الإيمان بتلك الأفكار التي نهجها ذلك المجتمع. وخير دليل على ذلك وهو أن النبي سليمان في أحد الأيام جمع الوزراء فإذا به مكان الهدهد، الهدهد لا يوجد، فقال لأعذبنه عذابا شديدا ولا أذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين، سيذبحه أو سيقول له عذر مقنع. أين هو الهدهد؟ الهدهد يوجد في اليمن، النبي سليمان يوجد في فلسطين والهدهد يوجد في اليمن، وهو يتفقد أحوال الطيور فإذا به يصل إلى اليمن، وهو في اليمن يجد أن قوما هناك يعبدون الشمس من دون الله ولهم ملكة، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل، فبدأوا يعبدون الشمس من دون الله تعالى. فجاء إلى النبي سليمان عليه السلام وقال له لقد جئتك من سبأ بنبأ يقين، وبدأ يحكي أنه وجد قوما يعبدون الشمس من دون الله ولهم ملكة، وتلك الملكة لها عرش عظيم. فكتب سليمان عليه السلام، كتب رسالة وبعثها إلى بلقيس ملكة سبأ وأعطاها للهدهد، الهدهد رماها في حجري بلقيس ملكة سبأ، فيها بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. الملكة عندما قرأت هذه الرسالة على
وزرائها قالت لهم ماذا ترون؟ قالوا نقاتله. قالت لهم لا، قالت لهم لا، لأن الملوك إذا دخلوا إلى قرية جعلوا أكابرها أو أعزتها أذلة، وبالتالي ماذا قررت؟ قررت أن تعطي هدايا أموال للنبي سليمان حتى يتركهم وشأنهم. فإذا بالنبي سليمان يرفض، لأنه يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، يرفض تلك الأموال، وكتب مرة أخرى وقال لها إذا لم تعتنق الإسلام فسآتي بجيش كبير. فقررت بلقيس أن تأتي إلى سليمان، وهي في طريقها النبي سليمان يقول لوزرائه من يأتيني بعرش بلقيس، فإذا بمارد من الجن يقول للنبي سليمان أنا سأحضر لك عرشها الكبير العظيم قبل أن تتم هذا الاجتماع الذي تتحدث فيه مع الوزراء، قبل أن تفض مجلسك. وجاءه رجل قيل أنه لديه علم الكتاب، عنده علم الكتاب بمعنى أنه يعرف اسم الله الأعظم، قال لي سليمان أنا سآتي لك بعرشها قبل أن يرتد إليك طرفك، بمعنى قبل أن يرتد طرفك سآتي لك بعرشها، وأحضره، أحضر العرش قبل أن يرتد طرف سليمان. رآه سليمان وسجد شكرا لله تعالى. جاءت بلقيس، وعندما جاءت بلقيس بدأت ترى عمارة الأرض في مملكة سليمان، وبدأت ترى التنظيم الجيد الرائع لمجتمع النبي سليمان، كيف أنه كل شيء منظم، عمارة جيدة من ناحية التنظيم، من ناحية الأخلاق، لا توجد مشاكل. حتى أحضرها إلى أين؟ أحضرها إلى قصر سليمان. قصر النبي سليمان عليه السلام كان رائعا جدا، لأنه بناه له من؟ بناه الجن. أحضرها إلى القاعة التي يوجد فيها النبي سليمان، فقال لها تعالي. أرادت أن تتحرك فرأت الماء في الأرض، الماء النهر يمشي في الأرض، فظنت أنه لا يوجد أي حاجز بينها وبين ذلك الماء، فرفعت ساقيها، رفعت ثيابها، ثم وضعت رجلها، فإذا بها تكتشف أن الأرض هي عبارة عن زجاج. الجن بنى لسليمان عليه السلام قصرا أرضيته من الزجاج، وبالتالي انبهرت كثيرا بلقيس من مجتمع سليمان ومن قصر سليمان، انبهرت من عمارة الأرض التي وجدتها في مجتمع سليمان، وكذلك العمارة بمعنى البناء القصر، وكذلك وجدت عمارة التي بمعنى الأخلاق الحسنة، لأنه كان بينهم ود ومحبة وتعاون وتضامن بين الأجناس الموجودة في مجتمع سليمان، وبالتالي كان هذا كله سببا في إيمانها، بمعنى أن عمارة الأرض الحسنة بتنظيم المجتمع أخلاقيا، وكذلك يكون مجتمع نقي ليس فيه تلوث، وحتى العمارة عمارة منظمة، يؤدي هذا إلى ماذا؟ يؤدي إلى الإيمان، إلى أن تقتنع بأفكار ذلك المجتمع، يؤدي إلى الإيمان. وبالتالي وجدنا أن الإيمان إيماننا في الدين الإسلامي يدعونا إلى الاستصلاح في الأرض، إلى عمارة الأرض، والدليل على ذلك مثل ما قلت آيات كثيرة، ومنها الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، الآية 39 سورة الحج. والعكس كذلك صحيح، عمارة الأرض
بالخير وبالاستصلاح وبالأخلاق الحسنة تؤدي إلى الإيمان، مثل ما وجدنا أن بلقيس في النهاية قد أسلمت مع سليمان لله رب العالمين، وبالتالي فعمارة الأرض تؤدي إلى الإيمان، والإيمان يؤدي إلى عمارة الأرض، وبالتالي فالعلاقة بينهما هي علاقة ترابط. وبهذا نكون قد أنهينا هذا الدرس، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.